السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في عدد جديد متجدد من التجربة الاجتماعية حياة. في حلقتنا تاع نهار اليوم خيرنا لكم موضوع جد مهم، وهو طفل فقير يتيم يخدم على يماه، رايحين يحقروه زوج. نشوفوا لي رياكسيون تاع الشعب الجزائري، اسكو يقبل هذا الشيء ولا لا؟ بلا ما نطولوا عليكم، يلا معنا. دخل يا اسمعني نهضر معاك يا ولد، اعطيني تصرف. علاش راه يطول لي في الغاشي يطول في الناس؟ وين نحقرو فيك؟ اعطينا صرف خلينا نروح ودوك نضرب لك الطابلة هذي نقسمك على 14. كيفاش نضرب له الطابلة صاحبي؟ شحال شحال تعطيك دراهم؟ شحال؟ ما 50,000. ايتيم وفي الشارع نخدم ونجيب القوت ليما وخاوتي، وفي لحظة يجيني انسان ما يرحمنيش وانا صغير وبالسرقة يتهمني. 100,000 اعطينا الاولاد. 100,000 اعطينا لك 100,000. ما عطيتنيش. اعطينا الصرف. يا خويا علاش؟ اسمع انا مسمحني معاك. الصرف نتاعك وشحال اللي خسرته؟ 50,000 اعطينا له. ربي ما خلصني. قال لك ما عطيتنيش. عطيت لك خو. عطيت لك. راح. ياك ربي قال اما اليتيم فلا تقهر، وانت يا ابن ادم حابني اليوم على ظلمك نصبر. كيفاش وراه في جيبك؟ لا اخو لا لا ماشي والله لا 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 ما نشوفوا كيفاش ما نديوهمش فيه. لا 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 اعطيني الدراهم، يعطينا الاخر الدراهم تاعنا ونروحوا. هاني بالعقل معاه، راه يكذب فينا، راه يكذب فينا. اعطيها له انت يا شد. ما يعطينيش، اعطيني دراهمك. ما نديش خو، ما نديش دراهم. قلبني قلبني. كيفاش نقلبك هذا؟ ورسولنا الكريم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأنا نقول لك بابا اللي رباني وكلني الحلال وما علمنيش السرقة. ما عطيتنيش يا عمي. خاتي مالش مال. خلي 5,000 والله. شنو؟ خلي مالش. لا خاطينا حنا يا خاتي مالش. يعطينا درهم. اعطي 100، اعطي 100. قلبني ما عنديش والله ما عندي. اصبر طيب عبك معليش. نورمال. ما يروحش ما يروحش. وين وين يروحوا؟ اروح اروح. ما دراهمنا منين نروح؟ لا يعطينيش ما يسحقش ما يسحقش. ما تدناش لي انا حي يدك. وصلت يلدع. اروح لهنايا يقول لك اربع. شنو شي؟ ما نبدلكش خونا. وي خويا وي. الله يحفظك في الصغير. ربي يحفظك بلاتي بلاتي والاحسن. معليش نرجعوا لك حنا الصرف، والله العظيم نعطوه لك حنا يا صرف يا باتبرك فلس صغير برك. بالك مسكين دركا، بالك دركا، بالك يما ميتة بابه ميت يخدم على كاش الخياط. سيب الخير ودراهم لك دراهم بس انت ما حبش دراهم. مش من بعد مش نطلب عندك. معناتها هكذا سمعت ماشي تطلب. انا سرق انا يا ولا كيفاش ديروا خويا الصغير وانا عطيتهم لك. كيفاش هذا؟ شو كدخينا يا ولد يا ولد. اين نهضر معاك؟ اين نهضر معاك؟ ها يا عطينا دراهمنا. عطينا دراهمنا انا ولا غير انا كلب بزاف. ها يا عطينا ولادك تقلب لك الطابله تاعك. ما عطيتليش عمي، كنت كاتب تبقى تهضر. قلت لي هكذا ما عطيتلوش. سي بون صاي روح تبع خويا. هذا هما الجزائريين، ما كاش واحد فينا يقبل انه يتهان اليتيم. هاك يا صاحبي خلي معليش خلي حاشاك عمي هاك صاحبي هاك صاحبي معليش معليش خاتي خلي خلي الصغير ما يعرفش معليش خلي خلي انا نفهم. سيبو ما كان والو اجبد 100,000 والله ما عطاني. معليش معليش ما عطيتنيش يا عمي. هاك والله صغير ما كان والو. والله غير صوم الهي من اشد اقسم معليش صغير ما يعرفش. معليش هاك صاحبي. لا 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 صغير ما يعرفش. واش راح ندير له؟ هاك خبيت شو هذا
قدام. يا خلينا منه خلينا منه. ان شاء الله تولي اكثر منه. هذا اش نقصد؟ وانت يا تولي اكثر منه. ان شاء الله تولي اكثر. اقضي حاجتي اقضي حاجتي ودي الاخر. تولي ان شاء الله اكثر منه. الله يرحم والديك. خلاص 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 الحمد لله الحمد لله الكل وقف معاه وليتين في مجتمعنا ما يتهانش. ها واش 50 الف على دير بسم الله هكذا نعطيك هذا 50 الف وصاي ما تهضر معاه ما يهضر معاك هذا ما كان خلاص هاك 50 ما تعطوناش انت وما سير هضر معاه ما تعطوناش انت وما صغير سرقنا فال صغير سرقنا اللي سرق ايه 50 الف عطينا له الحاجه عطينا له 50 الف قال لك ما مديتوليش وهذا ما بالك معاه ولا ما لا بالك والله لو كنت تخدموا به بالك طفل هذا بقى ولدي بالقلب اعطينا شفله بينو بين مولاه افهم وما درش لهنايا روح 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 50 الف هذه ديها انا ما نسمح لك روح 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 طلع شوف روح ليك ولا روح 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 هاك خويا والله ما لقاكش لهنايا اخويا ما لقاكش لهنايا هاك 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 انت قلت بلعتيته اه والله كان سوقني معايا ايوه كذبنا كذبنا شرينا عليه احنا شرينا عليه عطينا له 50 سامح 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 لك ربي قلت حصلوا ما طلع ما سرقك شيء عطيته له عطيته بيه حصل قلت سرقك وربي خلص صاحبي انا خدمت نتقلبوش باسكو بديت نتقلب علاش يا حبيبي يا اخو ها من حقك ضربنا الضربه روح وضرب خو عطينا عطينا شوف ساعطي له طابيش وعطيت له كميات ما درتش معاك شوف فيا راني صابر عليك انا اللي حنخصك في بلاصتو صاحبي ياك الدنيا في الهاوشة دوكات لكن باش يتهين هذا اليتيم قدامي ما نقبلهاش هاك 100000 اورو ها روح هوني سوار نصرفوا اروح اروح اعطيني 50000 خليها خليها روح ودراهمنا الحاد دقيقه يا الحاد ودراهم لا لا اعطيها اللي قبل المال هاك يهربوا من بعد تعشي كدا اعطيتها له قلت بلا ساق داك انت اللي غلط ماشي ما غلطش انت قلت له اعطينا 50000 باش يرد لنا الصرف سرقنا الله يحفظك كيفو ملي ها تجربه اجتماعيه برك اجتماعيه بارك الله فيك وربي يسترك بارك الله فيك يعطيكم الصحه يا خويا ارواح 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 يا خو الصرف تاعك يا خو والله غيرتي والله غيرتي عنده الحق هذا وشيخنا تجربة اجتماعية برك الرمضة إن شاء الله بارك الله فيك إكسبيريون صح تجربة اجتماعية الرمضة إن شاء الله الصحة بارك الله فيكم لا ماشي فونسياسة تبارك الله على الشعب الجزائري في كل تجربة من تجاربنا يخلينا نعيش الفخر والاعتزاز